السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى تكونوا كامل ملاح. اليوم أرانا دخلنا فصل الصيف، موسم الأفراح والأعراس الغالب هذا العام. الحوار شوية صعب مع الكورونا، بصح الحمد لله على نعمتك. اليوم جبت لكم وصفة رائعة بنينة بالبزاف، يحبوها الكبار والصغار، خاصة بالأعراس اللي هي الدوارة على طريقة الأعراس. صدقوني تجي بزاف بنينة. بلا ما نطول عليكم، الفوتو للتحضير. هنا عندي كرشة هاي ليك مغسولة مليح مليح، البنات غسلوها مليح بالماء سخون من الداخل، نحو كامل هذيك الشحمه والوسخ. عندي معها الريه اللي هي الرئه. بالنسبه لي انا ما نحبتش ندير المصارن، بصح اللي يحب يدير المصارن معاها يدير المصارن، ما كانش حتى مشكل. اول حاجه بعد ما غسلت مليح مليح الدواره تاعي، نجيب نقطعها بموس يكون مليح باش نفوتو نغليوه. بيان سور القطع يكون على حسب الرغبه تاعكم، تقدروا ديروا قطع كبيره قطع صغيره، كل واحد والذوق تاعو. نحب ندير قطع غير صغيره، يعني شطحه دواره، اللي يحب يديرها كبيره يديرها كبيره. بيان سور الدواره نقدروا ناكلوها وحدها شطحه، كما نقدروا نديروها مقاطع طعام سي لا ميم خاصي، سورتو طعام الكحل، طعام تاع الكسكس كومبلي ولا الكسكس تاع الشعير اللي هو لارج. هايليك نقطعها قطع هكذا متوسطه، ليسونسييل تكون مغسوله مليح مليح بالماء سخون، تكون نقيقيه. ونديروا لها شويه تاع خل ولا شويه تاع القارص باش نحو منها هذوك الروائح. انا الحمد لله طحت اليوم في دواره مليحه ما فيهاش روائح، يعني تعرف غسلتها غير بالماء سخون. نكمل نقطع الباقيه. هنا عندي الرئه، هنا كما راح نطيب في لاكوكو كوكينيت راح ندير كلش مع بعضه، راح يشد لي واحد 25 دقيقه حتى 30 دقيقه على حسب لاكوكو تاعكم. كما راكم تشوفوا حيت الزلج واحد هاي تهرب، هاي ليك هي الماده اللي راهي كيما لي بونش. قطعها ثاني قطع متوسطه، ما نكبر بزاف ما نصغر بزاف. بالنسبه للمصارم لازم تحلوهم البنات ولا تدوروهم وتغسلوهم مليح مليح من الداخل، سوتو البنات صغار اللي يديروا الاول مره. كان ندير الماء يسخن، يا اما ديروا الماء يسخن في القدره ولا ديروه يسخن في لاكوكوت. انا راح نطيبها في لاكوكوت ميت، دونك ندير حوالي ثلث تاع الكوكو طامة ونكمل نقطع هاد الدواره باش نجو نغلوها. بعد ما سخن الماء تاعي غير بدا يغلي، درت فيها هذيك الدواره كامله بالكرشه بالريه. درك نزيد عليها زوج فصوص تاع الثوم، ماشي اللي راح نديرهم في لاصوص، هادو ما زوج فصوص تاع الثوم، راح نغلي الدواره تاعي معاهم باش نحي لهم هذيك الريحه تاع الدواره. راح نزيد عليها شويه فلفل كحل ولا ابيض. بيان سور قلت لكم قبل ما نقطعوها نغسلوها مليح مليح واللي فيها الريحه، نديروا عليها شويه تاع القارص ولا الخل، ندير عليها شويه راس الحانوت ولا توابل مخلطه، تابلو كرويه، كل منطقه واش يطيبوا. كاين بزاف ناس يديروها بالتابلو والكرويه، تجي انا بنينه، انا نفضل راس الحانوت ولا التوابل الخاصه بالكسكس اللي متوفره عندكم. هاي ليك نتمنى راهي تبان في الكاميرا. انا درت عليها راس الحانوت، شويه فلفل بيض، زوج حبيبات ثوم، وبياسر الملح. الملح انا درته مع الاول ما وريته لكمش، سمحوا لي الملح درتو غير كي كان الماء يغلي. درك نقفل لاكوكوت ميني تاعي ونخلي الدواره تاعي تغلي، نرقليها 25 دقيقه من بعد باش نحل عليها ونشوفها الى طابت. بالنسبه اللي يطيبها في المرميطه يديرها غير تغلي، نقص عليها النار سينو هذاك الفوار تولي تفيض. بالي ساعه تدي من ساعه ونص حتى لزوج سوايع. اللي يحب يجرب العمليه يدير معها ان ساشي تاع لا لوفور شيميك، انا ما نفضلش، نفضل نخليها طيب على نار قليله. نقص المواد الكيميائيه على قد ما نقدروا، نخلوها تغلي ان شاء الله وطيب، ونموجدو باقي مواد الصلصه. كما غلات الدواره تاعي، بالنسبه للبنات الصغار اللي ما يعرفوش هكذا، جيبوا الدواره تاعكم وتوشيها هكذا بضفاركم، لازم فريمون تدخل يدكم تدوب في يدكم. الريه تاعي راهي سهله للطياب، انا مازالها سخونه مي غير قطرتها، وصدقوني الرائحه في الدار ما شاء الله. مولفين كي نغلو الدواره ولا البوزلوف الريحه جاي عيانه وكامل.
الناس كامل تهرب. صح اليوم صدقوني رائحه زكيه تتمني هذاك الماء اللي غلا فيه ما ترميش، بسبت هذاك الثوم وهذوك الاعشاب ولا زيبيس اللي نديرو فيها صدقوني يعطوها رائحه بنينه بالبزاف. تقدروا ديروا الكرافس، ديروا الرند اللي متوفر عندكم في البيت. هنا انا شللت هذيك لا كوكوت باسكو هي هذيك لي زي كيما هذيك الروه تاع الدواره، راح ندير ابوبخي زوج مغارف كبار تاع زيت عادي، راح ندير بصله كبيره باسكو هنا عندي كيلو ونص تاع الدواره، راح ندير هاد البصله تكون كبيره شويه، نزيد عليها الثوم، تجيبوا حوالي ثلاث فصوص ثوم كبار، تقطعوهم صغار ولا طرابيوهم ولا تلحيوهم، انا عندي كيما على بالكم كامل هاد الخلطه تاع الثوم مرحي مع المعدنوس والحشيش، دونك نتوما تقطعوا صغير المعدنوس والحشيش، ناكد المعدنوس والحشيش تقطعوهم في زوج وتلحوهم مع الثوم. بالنسبه للتوابل راح ندير فلفل ابيض ولا كحل كيف كيف، دير كميه معتبره باسكو الكميه راهي مليحه، ندير راس الحانوت، بهارات مشكلة كل واحد وراس الحانوت اللي يستعمل، كل واحد والذوق تاعو. نجيب قريصة صغيرة تاع القرفة صدقوني تعطي بنة ما شاء الله هكذا. نجيب لاصوص طوماط هاي اللي كيما راكم تشوفوا اللي درت هذوك التوابل، ندير الملح حوالي ملعقه صغيره ملح، لاصوص تاعي والخضره اللي راح ندير فيها باسكو الدواره تاعي راهي فيها الملح ديجا. بالنسبه للطوماطيش تقدروا ديروا مغرف كبيره تاع طماطم مصبره وحبه تاع طوماطيش تحكوها ولا طربيوها، ولا ديروا غير طماطم مصبره. انا عندي هنا صلصه طماطم مصنوعه بالبيت، نخليكم ان شاء الله الرابط تاعها في صندوق الوصف، انا موالفه نديرها معكم، درتها ديجا بزوج طرق مختلفين، هذه اللي راح ندير في لاغوصه تاعي. درك ندير هذا البصل مع التوابل اللي تقلى لي شويه على نار قليله، راهي القدره تاعي تتقلى على نار متوسطه، تقدروا ديروا لاكوكوط كيما تقدروا ديروا طنجره عاديه. هنا نجيب حفنه تاع الحمص على حسب عدد افراد العائله وعلى حسب الذوق تاعكم، نحب الدواره تاعي تكون فيها الحمصه. سبحان الله الحنيطه اللي تبقى الدواره تجي بنينه بالبزاف، نخليها معاها. ودرك نجيب بلاصه الطوماط، بالنسبه اللي يدير لاطوماط كونسونطري ديروا مغرف كبيرات على طوماط كونسونطري هكذا تقلوها معاها. انا ندير لاصوص طوماط كيما لاصوص بيتزا، ندير واحد الكاس صغير هكذا كيما راكم تشوفوا، ونخليها تتقلى. نتوما ديروا مغرف كبيره تاع لا طوماط كونسونطري. بالنسبه للتحميره اختياريه، كان اللي يحب يديرها كان اللي ما يحبش يديرها يكتفي بلاصه الطوماط. بعد ما تخلات لي هذيك صلصه الطماطم كيما شفتوها انا صلصه الطماطم تاعي راهي ميها، نتوما راح نديروا غير هذيك المغرف الكبيره تاع لا طوماط كونسونطري. اذا شفتوها بلي ناشفه شويه القدره ديروا نص كاس تاع لاتاي تاع الماء سخون، يعني هذاك نص كاس صغير كاس تاع العنبه تاع الماء سخون باش ما تنشفش القدره. انا لاصوص تاعي جايه ميه، دونك نجيب هذيك الدواره نرميها الداخل تتقلى. هذيك انا رميت هذيك الدواره ودرك نبدا نقلب فيها مع هذيك الحميصه ولا زيتيس لاصوص طوماط هكذا، نقلب فيها هكذا. ونروح نجيب يا اما حبه زروديه ولا حبه كروشات كما تقدروا ديروهم في زوج، يجوا فريمون بزاف البنان في العراس. يا اما نديروا زروديه ولا ندير يعني الجزر والا نديروا لا كورجات، وكاين اللي يحب يديرهم في زوج. بالنسبه للايام العاديين نزيدوا عليها شويه تاع البطاطا باش تكثر باش تجي يعني زاكيه، نتوما والذوق تاعكم. نخلو الدواره تاعنا على نار متوسطه كما راكم تشوفوا راهي تغلي، انا نقصت عليها النار وخليتها تتقلى حوالي 10 دقائق على نار فريمون تكون متوسطه ما تكونش قويه بالبزاف، لطون اللي نجيب الخضروات اللي نزيدهم معاها. بعد مرور 10 دقائق على نار قليله بس كمان الدواره تاعي تطلق شويه ما كنمرقها كاس ما عادي من الغوبيني ولا متوفر عندكم الماء سخون، يعني خير وخير اللي ما عنديش الوقت نسخن الماء غير من الغوبيني عادي سورتو الحال راه سخون، نجيو حتى نديرو الماء سخون. صح الا كنا في الشتاء تكون يعني الجو بارد والماء يكون بارد في الغوبيني دفيو الماء تاعكم شويه هكذا، كاس واحد تاع الماء لطولي نقشر الخضرة تاعي برك. هاي لك حتى حبة تاع جزر مقطعة قطع متوسطة
حبه تاع القرعه لا كورجيت قطع متوسطه. درك نمرقها، نخلطهم غير من الفوق ونمرقها حوالي نصف لتر من الماء، ونقفل لاكوكو تاعي صدقوني 15 دقيقه. طيب عندكم دوار الله الله ديبه زبده لاصوص خاطره والذوق ما نحكيلكمش. بالنسبه اللي طيبوها في القدره يخلوها طيب واحد نص ساعه حتى هذاك الحمص يقرب يطيب باش يديروا الخضره تاعهم. شوفوا البنات المرق تاعها، نوري لكم للمبتدئات هاي اللي راهي تعوم داخل الماء، بصح مانيش معمره لاكوكو تحت للفوق، غير تغطات لي هذيك الدواره والخضره. بسم الله ما شاء الله الدواره تاعي راهي تهبل كيما راكم تشوفوا فيها، جايه بلا تيكستور تاع العرس، ما هي حمراء بزاف، ما هي قليله الحموريه، يعني جات سوا سوا ما شاء الله بطريقه طبيعيه بطريقه احترافيه، ما درت فيها حتى مواد كيميائيه، صدقوني جات بنينه بالبزاف. ومهذا المنبر نحييكم كامل كيما راكم ونقول لكم ربي يعيشكم ربي يحفظكم، ديروا لها صوص طماط في الدار صدقوني راهي تجي بنينه بالبزاف، والماكله بها تجي خاطره، تجي فريمون خاطره بالبزاف. هذيك الدواره تاعي اللي طابت على مرحلتين صدقوني بنينه بنينه ما تشبعوش منها. تحب تزيد دير فيها البطاطا تجي تاعنا بزاف بنينه. لاصوص كيما راكم تشوفوا راهي ثقيله، ما عندي ما نقول ما شاء الله. نقول لكم بالصحه والراحه، نتمنى لا وصفه تاع اليوم تاع الدواره تكون نالت اعجابكم كيما راكم تشوفوا. الله يبارك قدمتها مع مجموعه من السلطات اللي سبق لي وشاركتهم معكم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم تحضروها في حياتكم اليوميه الاسره تاعكم لروحتكم للاعراس والمناسبات، تجي فريمون بزاف بنينه. ما تنساونيش بلي بوس بلو التعاليق والاشتراكات اللي زورني لاول مره. تهلاو في روحتكم بزاف، سلام.